الإشراقة. شكرا لجمعية الإشراقة للتنمية الشاملة. صراحة فرحانة بزاف ملي خديت هذا اللقب ديال ميس أمازيغ 2017. كنشكر الناس اللي صوتوا عليا والناس اللي ما صوتوش عليا. كنشكر جميع الحضور الكرام. كنشكر لجنة التحكيم. كنشكر جمعية إشراقة الأمل اللي عطاتنا هذه الفرصة باش أننا نشاركوا في مسابقة بحال هذه، واللي بغات تحية التراث الأمازيغي أيضا. فبالتالي شكر خاص لجميع الحضور الكرام أيضا. كنشكركم كاملين وكنشكر الناس اللي صوتوا عليا، وكنهدي هذا اللقب لجميع المشاركات. هذه المسابقة اللي هي كتعبر على واحد غنى ثقافي أمازيغي. يعني كنقوموا باختيار ملكة جمال الأمازيغ اللي كتعبر على مجموعة ديال المعايير، اللي هي مثلا كجمعية كنختاروا مجموعة ديال المعايير، لا الجمال، لا العنصر الثقافي، لا إتقان الحديث باللغة الأمازيغية باختلاف اللهجات ديالها. بالنسبة للحفل هذا اللي هو مر قبل مجموعة ديال المراحل، اختارينا أنه باش يكون كتتويج للثقافة الأمازيغية والمرأة الأمازيغية. الجمعية اللي كترعى التظاهرة جمعية إشراقة أمل، اللي ذات الطابع اللي هي عندها كتعتمد صراحة على مجموعة ديال الأنشطة اللي هي اجتماعية. وبالنسبة لنا نعتبروا ميس أمازيغ حتى هو عنده دلالة اجتماعية، بحكم أنه الحفل كيتخصص ليه الريع لإحدى الدواوير النائية بربع المملكة، واللي كتشارك فيه لا المتوجة باللقب ميس أمازيغ 2017 الموافق ل 2767 سنة أمازيغية، وبالنسبة للمشاركات الأخريات. نقدر نقول أن الدورة هذه كتمتاز بمسابقة خارجة عن المسابقة. يعني قامت الجمعية أنه بتنظيم جمع الخرجات التعاونيات اللي قاموا فيها المتبريات بإعداد زيت أرغان وأملو من أ جوسكا زد، وبالإضافة إلى بعض العادات أخرى، كمثلا أنه تقوم المتبرية بالسقي بأنه جلب الماء من البئر وامتطاء بعض الدواب في القرى، إضافة إلى مسابقة أخرى اللي كتمتاز في الناحية الغذائية وهي تحضير خبز تفرنت المعروف عند الأسر الأمازيغية. لقيت دورة ديو صغار توصل في ناس بسات داسو تلتسكوز نتقليت نوفولكي اللي تحيل تمسمون إشراقة أمل سمل داني خفلو سقاس أمازيغ سينيف دنتزاتي مات ديم راودسا أسقاساد نلك ما فد نسيت فرخين لاني الغسوري يتوين غميز دين سوسا غميز دين تغري غميز دين كيغان تغوسوين اللي زين تزوري الرياضة ودنتات سيتي فرخين أسقاساد درس نتيون وسوير مقارن اللي سدار نتساد مثل نغداد نتقنتات دورة يتمغار تمازيغة داد مثل نغداد سرين الأمجاد يتمغار تمازيغة مكلي ستين تكا وغمزري أرسيتي إن شاء الله يويز نغصاد يسوس مولدي دنغي وسنين فد نسيت قليت نفور كي درسيتي ما غاد تقليد نفور كي ناس بقاسة دال فالي فور كي نفوس بقاسة مينو في مازيغنا وكينا غلان غمضات.